سودانيا أيضا أعربت وزارة الخارجية السودانية استياءها من تصريحات السفير الأمريكي في الخرطوم جون جودفري، قال فيها إن كلا الطرفين المتحاربين في السودان لا يصلحان للحكم وفق تعبيره. وقالت الخارجية السودانية إن التصريح يمثل خروجا على الأعراف الدبلوماسية وقواعد التعامل بين الدول والاحترام المتبادل، وأضافت أن ذلك يعبر عن عدم احترام السفير للشعب السوداني واستقلاله بتنصيب نفسه وصيا عليه يحدد له من يصلح أو لا يصلح لحكمه وفق البيان. وأشارت الخارجية السودانية إلى أن تعليق السفير تجاهل حقيقة أن القوات المسلحة تدافع عن البلاد وأهلها ضد ميليشيا إرهابية وإجرامية. ولفتت الوزارة إلى أنها تتوقع من السفير الأمريكي وحكومة بلاده تصحيح هذا الموقف غير المتوازن والمعيب بحسب ما جاء في البيان.